اول درس هناخده في الهارموني. انت عزفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا. النهارده هنبدا اول درس في الهارموني. انا قاعد على البيانو دلوقتي. طب هو ايه الهارموني؟ يعني احنا بناخد جيتار، احنا مالنا ومال البيانو؟ لا، هو الهارموني كماده بتدرس نظريا مع الموسيقى، بتتاخد لاي اله وعلى اي اله. فالبيانو هيقرب دلوقتي في وجهه نظري في الموضوع اللي انا هحكي لك عنه دلوقتي، فاستعمل معايا البيانو معلش لغايه ما نبدا نستعمل الجيتار في الهارموني بتاعنا. لازم اقول قصه تاريخيه قبل كده. ايه هي الموسيقى؟ ايه الصوت نفسه؟ الصوت ده عباره عن موجه بتطلع من المصدر توصل لودنك فتسمعها انت من الذبذبات بتاعتها ديت، المخ يروح مترجمها لاشاره صوتيه، تطلع حاجه نغمه جيتار، نغمه بيانو، الودن بتترجم الذبذبات الصوتيه دي. الناس اللي من هنا بتاخد فيزياء ومش عارف الفيزياء فايدتها ايه، هيظهر لكم دلوقتي الفيزياء فايدتها ايه. الفيزياء بتدرس كل العلوم الفيزيائيه الخاصه بظواهر الارض ومنها الصوت. فاحنا لو شفنا الموجه بتاعه الصوت، الموجه بتبقى فيها قصه عاليه، يعني قمه عاليه، وبتنزل تحت الى منخفض. المنخفض دوت عباره عن حته واطيه في الذبذبه. فالحته العاليه والحته الواطيه بيسموهم الاثنين موجه موسيقيه، الموجه صوتيه. طيب الاثنين، واحده فوق وواحده تحت، وبتتكرر واحده فوق وواحده تحت، وبتحرك الصوت بالضغطه ديت على في الهواء علشان يوصل لودنك. القمه والقاع للموجه ديت في الرسمه بتاعتها اللي احنا شايفينها ديت، دي بيسموها ذبذبه، ذبذبه واحده، ذبذبه واحده. الذبذبه واحده دي بتقاس بيها انواع الاصوات المختلفه. الاصوات الحاده بتبقى فيها ذبذبات كتيره جدا، عدد الذبذبات كتيره جدا، كل ما الصوت بقى حاد وكل ما الصوت بقى غليظ كل الذبذبات بقت اقل. بيقيسوا الاصوات ديت بحدتها وغلظها بحاجه اسمها الكيلو هرتز. كيلو هرتز، كيلو هرتز يعني عدد الالاف من هذه الذبذبات الصغيره في الثانيه الواحده، في الثانيه الواحده. يعني لما تلاقي صوت مثلا 440 كيلو هرتز، ده معناه 440 الف ذبذبه في الثانيه الواحده عشان تطلع الصوت ده. طيب احنا بندرس الموضوع ده ليه دلوقتي؟ احنا عشان نعرف يا جماعه ان السلم الموسيقي ما كانش كده في الاول خالص. الناس لما بدات تظبط الالات الموسيقيه بداوا يظبطوها على ليفل معين من الذبذبات، يبقى هو ده المقياس بتاعهم. فلما عملوا الليفل ده بتاع المقياس وابتدوا ينسبوا كل النوت لبعضيها، طلعت السلالم مفوته شويه. يعني ايه؟ يعني لو لعبت ديت من سلم مش عارف ايه، لما تيجي تنقلها للسلم التاني تطلع مفرقه، اللحن ما يطلعش هو هو. ومشيت الناس ومشيت الحياه على كده، وابتدت الناس بتكتب لسلالم معينه بطريقه معينه علشان ما ينفعش تنقل السلالم دي، تعملها ترانسبوز او انك انت تنقل المقطوعه من السلم ده توديها السلم ده بنفس الابعاد وتدي لك نفس الابعاد الموسيقيه بتاعتها. والناس تاقلمت على هذا الموضوع وابتدت تعيش حياتها. يعني جاء عمنا واحد اسمه باخ، جوهان سباستيان باخ. جوهان سباستيان باخ دوت جه عمل تجارب فيزيائيه على الاصوات لغايه ما لقى صوت لا على الذبذبه بتاعه 440 هرتز، اللا ديت اللي هي اللي هنا ديت. فعمل التجارب بتاعته ونسب كل حاجه من النوت اللي بعدها بالمسافات بتاعه الهرتز عشان يطلع النوته اللي بعدها لبقيه النوت كلها، واكتشف السلم الموسيقي اللي احنا نعرفه اللي هو سبع نوت والثامنه بتاعتها بتبقى الاوكتاف. طيب عمنا باخ عمل عشان يثبت الكلام ده؟ ما صدقهوش طبعا في الاول، فراح مؤلف مقطوعات موسيقيه زي دراسه. المقطوعات ديت عملها اللي هم السبعه والخمسه، وبرجع تاني على الواحده، يعني سبع نوت بيضه وخمسه سود يبقى 12، وال13 بتاعتي اللي هي الاوكتاف بتاعي. عمل على ال12 سلم دول 12 مقطوعه، واحدة ماجير واحدة مينير، يعني سلم دو ماجير وعمل مقطوعة تانية دو مينير، وبعدين عمل دو دييز ماجير وبعدين دو دييز مينير، مقطوعات كلها على كل السلالم دي. وقال لهم كمان المقطوعات دي انت ممكن تنقلها، يعني انا ممكن من بظبطة البيانو على 440 هرتز على اللا ديت اقدر اعزف كل السلالم ديت ومش محتاج اي ضبط
او اي جهاز تاني يخش على البيانو او اي تحويله عشان اقدر اعمل بيه بقيه السلالم. كانت الاجهزه زمان الهاربسيكورد والحاجات ديت فيها التحويله ديت بتاعه الميكانيكا عشان تخلي الاوزان متطابقه. اما عمل لهم ال 12 سلم ب 12 مقطوعه واحده ماجير واحده منين، يعني 24 مقطوعه 24 دراسه عاملهم يوهان سباستيان باخ، اثبت للجميع ان السلم الموسيقي لما تكون الله مظبوطه على 440 هرتز السلم الموسيقي هيطلع مسافاته كلها متساويه، فمنين ما تلعب نفس المسافه بتاعه السلم دوت على اي سلم تاني هتطلع. طب انا هستفيد بالكلام ده في ايه؟ اما انا هاجي دلوقتي على السلم المجير، احنا قلنا السلم المجير هو المفاتيح البيضة بتاعتي بتاعه البيانو، دو ري مي فا سول لا سي، وبرجع على دو، انا ما عدتش على اي مفتاح اسود. المسافات لو انا عملتها من الدو للدو ديت بتطلع لي مسافات السلم المجير. ازاي؟ بين الدو والري في مفتاح اسود، يعني ده معناه بين الدو والري في نص بينهم، يعني ده تون كامل، تون كامل بين المسافه بين الدو والري، بين الري والمي تون كامل لان عندي مفتاح اسود بينهم اللي هو الري دييز. طيب بين المي والفا مفيش مفتاح اسود، فالمي والفا بينهم نص تون. بين الفا والسول تون كامل لان في بينهم مفتاح نص تون. بين السول واللا في تون كامل لان في بينهم نص تون. بين اللا والسي في تون كامل بينهم نص تون، وبين السي والدو مفيش، يعني بين السي والدو وبين المي والفا مفيش نوت سودا، يعني معناها المسافه بتاعت الهرتز الكيلو هرتز بين النوتين دول نص المسافه بالظبط اللي موجوده بين نوتين تاني طوال. عشان كده بيطلع لك السلم دو ري مي فا مي فا مي فا، قريبه قوي منها فا سول لا فا سول لا، الفا والسول مسافه كامله والسول واللا، لا سي سي دو سي دو، سي والدو مسافه صغيره بينهم، ده معناه واحد واحد نص، واحد 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 نص، واحد واحد نص، واحد 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 نص تون. كده يعمل لي السلم الدو ماجير. طب عظيم جدا، انا هعمل بقى نفس الكلام ده مع الري ماجير. طب لما اجي اعمل سلم الري ماجير لو انا عملت على المفاتيح البيضة في حاجة مش مظبوطة، ده مش سلم ماجير، ده مش سلم ماجير، النهاية بتاعته غريبة، مش دي النهاية اللي انا متوقعها لان في تون بين النوتين دول. طيب الري ماجير المفروض ان احنا في السلم الماجير واحد واحد نص، واحد 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 نص. طيب ري للمي عظيم جدا واحد، مفيش اي مشاكل لان في مفتاح اسود بينهم، فري مي. طب بين المي والفا نص، اوه احنا عايزينها واحد، بين المي والفا نص تون هنا انا عايزها واحد، فانا بدل ما هلعب المي اسف بدل ما هلعب الفا هلعب الفا دييز او الاف شارب، فهيبقى كده ري دو ري مي زي ما كنا في الدوري من نفس المسافه بالظبط، ري مي اف شارب دو ري مي ري مي اف شارب. طيب واحد واحد محتاج نص، اهو نص جاي طبيعي اهو بين الفا دييز وبين السول. طيب بعد كده واحد 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 نص بين الفا بين السول وبين اللا لان في نص بينهم يبقى واحد، حلو قوي كده، ادي واحد وبين اللا والسي ادي واحد كمان اهو، فانا معايا دول البيض دول لان في بينهم نص. طيب بين السي والدو انا محتاج واحد كمان، بين السي والدو بين السي والدو نص، فانا هضطر ارفع الدو نص تون، يبقى انا معايا النغمات في سلم الري ماجير، ري مي اف شارب جي A B ما فيش C في C شارب وبعدين الدي نص تون بينهم اهو، فاتحققت عندي المسافة واحد واحد نص واحد 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 نص واحد واحد نص واحد 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 نص. فهعزف السلم الري ماجير كالآتي،
سلم الدول اللي قبلها. نفس التطبيق ولكن مرفوع. فدوت كده احنا عرفنا ليه السلم الموسيقي بيتكون من المسافات ديت. السلم الميجر هيبقى عندي واحد واحد نص واحد 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 نص. طب انا رفعت في السلم الدي ميجر الفا ورفعت الدو. سلم الدي ميجر مرفوع الفا ومرفوع الدو. طب انا هعرفه ازاي؟ هحفظه؟ اه يتحفظ، بيتحفظ. سلم الدي ميجر برفع الفا والدو، وبلاقي عندي العلامات المكتوبة عندي على سلم السول، هلاقي عندي الفا عليها علامة شارب والدو عليها علامة شارب، موجودين مكتوبين خالص قبل مفتاح السول، قبل مفتاح السول، ما بيكتبوهاش تاني خالص. معناها ان كل نوتة فا على هذا المدرج بتتعزف اف شارب، وكل نوتة دو على هذا المدرج بتتعزف سي شارب. فأي نوتة تلاقيها في الوسط اوعى تعزفها جي، اوعى تعزفها دو عادية تبقى سي شارب، اوعى تعزفها فا عادية تبقى اف شارب، أي نوتة على المدرج. طيب العلم بقى بتاع الكلام ده اللي حدد الدو ماجير، سلم الدو ماجير ومسافاته والقياسات بتاعته دي، ده اسمه علم الهارموني، علم التوافق اللحني. هنبدأ بعد كده من الحلقة الجاية إن شاء الله ناخد المسافات اللي نحللها، كل مسافة من مسافات السلالم نحللها عشان نبدأ نفهم أكتر يعني إيه هارموني. وأشوفكم الحلقة الجاية.